هناك خلط بين السياسة والدستور وخلط بين التطبيع مع سوريا وتسهيل الأمور التقنية، وهناك أيضا محاولة لإقصاء الحريرية السياسية ولمن يهدد بالشارع الجواب الصحيح لكل شارعه. الكلام للأستاذ في القانون الدولي دكتور شفيق المصري. دكتور مصري، يعني نحن ندخل على الشهر الرابع من تكليف دولة رئيس سعد الحريري، هل هناك محاذير دستورية بالنسبة لهذه الفترة؟ وفقا للدستور اللبناني ليس هناك أي حدود زمنية للتكليف، الحدود الواردة في الدستور تأتي بعد إعلان بعد تعيين الوزراء، وهي مهلة شهر من صدور مرسوم التشكيل، أما قبل ذلك فالأمر عائد للرئيس المكلف. ولهذا الوضع ينتظر تشكيل الحكومات في مهلة زمنية محددة. نحن في نظام برلماني وبالتالي فصل سلطات بنيوية، لكن الأمر غير وارد في لبنان. في النظم البرلمانية لا يبحث عن حصص، لا يبحث عن مقاعد، لأن الموضوع هو الحكومة كأداة إجرائية وليس الحكومة كتوزيع حصص وكادرات. لا قطيعة رسمية بين لبنان وسوريا، بل علاقات دبلوماسية بالنسبة لما يحكى عن العقدة مع سوريا. قال المصري: لا يستتبع دائما كلمة تطبيع في الإطار السياسي، فإذا كان العائق هو هذا كما يبدو مؤخرا أن هذا هو العائق، يعني يجب حصر الموضوع في تقنيته الدبلوماسية وليس في تطبيعه السياسي. دكتور شفيق المصري، هل هناك عوائق دستورية بالنسبة لتشريع الضرورة في المجلس النيابي؟ اقتراح القانون لا يمر في المجلس النيابي حكما، وبالتالي يمكن أن يستجيب المجلس لهذا الاقتراح، وأيضا يمكن أن يقوم بتشريع، وقد سبق له أن قام بتشريعات بين مزدوجين ضرورة. كلمة ضرورة هي توصيف لأعمال معينة، ولكن أنا لا أرى مانعا من تشريع آخر أيضا يقوم به المجلس.